السلام عليكم، حياكم الله شباب. طبعا اليوم موضوع محاضرتنا هو مثل ما واضح بالنسبة لكم قدامكم الكريبتو اناليسيس. شنو يعني الكريبتو اناليسيس؟ على ما اتصور بالمحاضرة الأولى سولفت لكم شنو يعني الكريبتو اناليسيس. الكريبتو اناليسيس بما معناه يعني كترجمة معناه المحلل. المحلل، محلل البيانات، محلل الشفرات، محلل الكلام، محلل اللغات، محلل بصورة عامة. لكن هنا يجي الكريبتو اناليسيس، يجي معناها تحليل الشفرة. تحليل الشفرة، محلل شفرات، أو بالعامية احنا نسميه الهاكر، المخترق. محلل الشفرات أو مخترق هو الشخص اللي يحاول شنو؟ يحاول يحول السايفر تكست، يحولها إلى شنو؟ يحولها إلى بلين تكست، يحولها إلى بلين تكست بشنو؟ بعدم وجود أو بغياب شنو؟ بغياب مفتاح التشفير، بغياب مفتاح التشفير، يعني يحاول يجري عملية فك التشفير، يجري عملية فك التشفير لكن بطرق شنو؟ بطرق الليجل، غير مرخصة، غير مرخصة، بطرق غير مرخصة. زين، شو بقى شلون هذا راح يسوي هاي عملية فك التشفير؟ شلون يحول السايفر تكست إلى بلين تكست لكن بطرق غير شنو؟ غير مرخصة. اكو تو ابروتش، اكو اسلوبين لعمليه تحويل السايفر تكست الى بلين تكست بطرق غير مشروعه، بطرق غير مشروعه اكو طريقتين او تو ابروتش. زين، الاول وحده اسميه الكريبتو اناليسيس او الكريبتو اناليتيك اتاك، كريبتو اناليتيك اتاك، هجمات تحليليه، هجمات تحليليه. والثاني اسميه البروت فورس اتاك، البروت فورس اتاك. زين، خلينا نجي هنا وحده وحده نسولف عليهم. شنو يعني الكريبتو اناليتيك اتاكس؟ يعني شنو الهجمات التحليليه؟ هاي الهجمات التحليليه هي هجمات تعتمد على شنو؟ تعتمد على النيتشر اوف ذا الجوريثم. يعني شنو؟ يعني طبيعه الخوارزميه. يعني شنو طبيعه الخوارزميه؟ طبيعه الخوارزميه مثل على سبيل المثال شفره قيصر. شفره قيصر تعتمد على مبدا او خوارزميه الشفت بمقدار شقد؟ بمقدار 3، بمقدار 3 باتجاه اليمين للتشفير وباتجاه اليسار لفك التشفير، شفت بمقدار 3. هذه الخوارزميه مالت من؟ او هذه طبيعه الخوارزميه مال شفره قيصر. فالكريبتو اناليتيك اتاك الهجمات التحليليه تعتمد اعتماد جزئي على من؟ على طبيعه الخوارزميه، خوارزميه التشفير اللي في حاله شفره قيصر هي في شفت بمقدار 3. هاي الخوارزميه اللي هي الشفت. زين، هذه اول شغله يعتمد عليها. ثاني شيء يعتمد على شنو؟ يعتمد على knowledge of the general characteristic of plain text. يعني شنو؟ يعتمد على الخصائص، على خصائص عامه. لمن هاي الخصائص العامه؟ للبلين تكست، للغه، اللغه مال البلين تكست. او يعتمد على وجود بلين تكست سايفر تكست بيرز. يعني شنو؟ يعني على سبيل المثال عندي جزء من الشفره، جزء من الشفره، وعندي شنو؟ الجزء المكافئ لها، الجزء من شنو؟ من النص الغير مشفر. يعني عندي النص الغير مشفر وعندي الشفره مالته، عندي النص الغير مشفر وعندي الشفره مالته، من ذني الثنيين احاول استنتج شنو؟ استنتج مفتاح التشفير، احاول استنتج مفتاح التشفير. فهذني من هذني من خصائص اللغة إضافة إلى طبيعة خوارزمية التشفير. هذه أول شيء، خصائص اللغة ثاني شيء، ثالث شيء البلين تكست سايفر تكست بيرز، يعني هذا وهذا موجودين. من خلال هذني ها الهجمة أو الأتاكر ممكن يسوي deduce specific plain text or to deduce the key being used. deduce يعني معناها يستنتج إما plain text أو يستنتج المفتاح المستعمل بالتشفير. هذه الهجمات التحليلية يعني بالمجمل أو كملخص للكلام، ملخص للكلام حتى لا يروح الكلام يعني يأخذ أكثر من حجمه، ملخص كلام هي هجمات تحليلية. هاي الهجمات التحليلية تعتمد على من؟ تعتمد على خصائص اللغة، تعتمد على طبيعة خوارزمية التشفير، وتعتمد على وجود أو عدم وجود أزواج مرتبة من البلين تكست وسايفر تكست.
هذني الثلاث امور، هاي الثلاث امور اذا وجدت فالاتاكر المهاجم ممكن يستنتج جزء من بلين تكست، او ممكن يستنتج المفتاح اللي انا استخدمه في عمليات التشفير. هذا شنو؟ هذا الاسلوب الاول. وين هذا الاسلوب الاول؟ بالكريبتاناليزز، بالتحليل. الاسلوب الاول بالتحليل. شنو هو الاسلوب الثاني؟ الاسلوب الثاني هو البروت فورس اتاك. شنو هو هذا البروت فورس اتاك؟ البروت فورس اتاك هي عمليه، بالعربي راح احكي، هي عمليه شنو؟ عمليه تجربه كل المفاتيح الممكنه للحصول على من؟ للحصول على البلين تكست الصحيحه. يعني شنو؟ هسه سؤال فيكم، يعني شنو؟ يعني انا عندي سايفر تكست، عندي سايفر تكست موجوده عندي، اريد احولها الى شنو؟ الى بلين تكست. حتى احولها الى بلين تكست لازم يكون عندي شنو؟ لازم يكون عندي المفتاح. لقيت انه المفتاح اكو عده احتمالات. لقيت اكو 1000 احتمال لمن؟ للمفتاح. اكو عندي 1000 احتمال للمفتاح، فرضا 1000 احتمال للمفتاح. فايش راح اسوي؟ راح اجيب السايفر تكست، يعني عندي من K1 الى K999 K1000، يعني كانما عندي 1000 مفتاح، فشنو اللي راح اسوي؟ راح اسوي التالي: اخذ السايفر تكست ادخلها على من؟ ادخلها على المفتاح الاول واشوف البلين تكست هل هي مقبولة؟ هل هي كلمة انتليجبل، يعني مفسرة قابلة للتفسير؟ لو ما قابلة للتفسير، إذا مفسرة وقابلة للتفسير معناها هو هذا الكي المستعمل. إذا غير قابلة للتفسير أشطب عليها وأظل أجرب الكي 2، الكي 3، إلى أجرب الكي ألف اللي رقمه ألف. كليتهن أجربهن بحثا عن شنو؟ بحثا عن المفتاح المستخدم في التشفير. فالبروت فورس أتاك شنية؟ دا يقول الأتاكر المهاجم ترايز، يحاول every possible key، يحاول بكل المفاتيح الممكنة على من؟ على قطعة من السايفر تكست، على قطعة من السايفر تكست. فهو يحاول يحصل على المفتاح شنو؟ المستخدم. ليش وقت هذا يجرب بالبوسيبل كيز؟ until an intelligible translation into plain text is obtained. شنو هذه؟ لغايه intelligible translation، تحويل شنو؟ تحويل intelligible، يعني شنو intelligible؟ مفسر او صحيح. until an intelligible translation into plain text is obtained، لحد ما نحصل على تحويل مناسب وصحيح للبلين تكست، نقول هذا شنو؟ نقول هذا هو المفتاح المطلوب. زين، on average، بالمعدل half of all possible key must be tried to achieve success. لازم بالمحصلة لازم أكثر من ألف، لازم أكثر من نصف المفاتيح الممكنة يتم استعمالها حتى تحقق نجاح، حتى تحقق النجاح المرجو. فتلخيصا، ملخص مفيد للكلام مالتنا، الكريبتاناليسيس اكو بيه شنو؟ اكو بيه طريقتين، او اكو بيه اسلوبين للهجوم. الاسلوب الاول قلنا عليه الكريبتاناليتيك اتاك اللي هو الهجمات التحليليه، والاسلوب الثاني هو شنو؟ هو البروت فورس اتاك، واللي هو شنو؟ واللي هو عمليه تجربه كل المفاتيح الممكنه على قطعه من السايفر تكست حتى الى ان نحصل intelligible plain text. هذني شنو؟ هذني ابروتش. هذا اللي حكيته هسه هو ابروتش، اساليب. بس خلنا نضف هذا. اي، هذا شنو اللي حكيته؟ اللي حكيته هو عباره عن ابروتش، هو اساليب بالتحليل او اساليب بالهاكر. زين، هذني الاسلوبين اللي هو الاسلوب الاول الكريبتاناليتيك اتاك، والاسلوب الثاني اللي هو البروت فورس اتاك، وين راح يتم؟ يعني شنو وين راح يتم؟ راح نسولف عليها هسه هنا بالموضوع مالتنا التالي. هذا التصنيف الثاني للهجمات، شنو هو التصنيف الثاني للهجمات؟ خلينا نرسم لنا رسم صغيرون نسولف عليه. عندي مثلا هنا عندي السيندر،
سيندر عنده بيانات يريد يرسلها، قبل لا يرسلها طبعا وين راح يوديها؟ راح يدزها للعمليه للانكربشن، الى التشفير، يدزها للتشفير. وبعدين وين يدزها؟ يدزها للشانل، للقناه، يدزها للقناه. بعدين طبعا راح يتم استلامها من قبل الرسيفر، والرسيفر راح يسوي لها عمليه شنو؟ عمليه ديكريبشن. زين، عندي هنا مثلا الهاكر، عندي هنا شنو؟ الهاكر. فالهاكر طبعا هاي هنا عندي القناة، هذه هنا القناة، هاي القناة، وهاي هنا سيستم التشفير، وهاي هنا سيستم فك التشفير. زين، فالهاكر شي يهاجم؟ الهاكر اما يهاجم السيستم التشفير، او يهاجم شنو؟ سيستم فك التشفير. اما يهاجم السيستم الخاص بالتشفير، او يهاجم السيستم الخاص بفك التشفير، او يهاجم شنو؟ يهاجم البيانات، الداتا، البيانات اللي وين موجوده؟ اللي موجوده بالقناه، اللي موجوده بالقناه. فالهاكر معناها عنده مكانين يهجم عليهم، اما يهجم على سيستم كأن يكون سيستم تشفير او سيستم فك تشفير، او المكان الثاني اللي ممكن يهجم عليه الهاكر هو شنو؟ هو يهجم على القناه، يهجم مباشره على البيانات، يهجم مباشرة على البيانات. فنرجع لهنا للرسم مالتنا، فالأتاك الهجمة ممكن تكون على السيستم اللي هو سيستم الانكريبشن أو الديكريبشن، أو تكون الهجمة مباشرة وين؟ على البيانات، على البيانات مباشرة. تقول الهجمة تعاملي ويا من؟ إما أتعامل مع السيستم، أو أتعامل ويا من بالهجمة؟ مع البيانات. زين، خلينا نسولف شلون راح أتعامل مع السيستم، شنو هي الهجمات اللي تتم على السيستم؟ أتعامل يعني تصير الهجمة على السيستم، يعني القصد إنه تصير الهجمة على السيستم مو على السيستم مباشرة، إنه أروح أخترق السيستم، لا مو هذا المقصود، وإنما إلها علاقة بالسيستم. إلها علاقة الهجمة راح تكون بالسيستم، أو تكون الهجمة إلها علاقة بمن؟ بالبيانات. أتلاعب إما بالسيستم أو أتلاعب بالبيانات، شلون؟ راح نسولف بهن هسه بالصفحة القادمة. المهم، السيستم إما أسوي له انتربشن أو انترسبشن أو موديفيكيشن أو فابريكيشن، شنو ذني؟ راح نسولف عليهن بالصفحة القادمة. زين، نعبر للصفحة الجاية. السيستم أتاك مثل ما قلت لكم الهجمة هسه راح تصير على السيستم. الوضع الطبيعي انا اكو عندي انفورميشن سورس. يعني شنو انفورميشن سورس؟ مصدر بيانات. هاي المصدر بيانات قاعد يرسل بياناته لمن؟ قاعد يرسل بياناته الى انفورميشن ديستنيشن. يعني شنو انفورميشن ديستنيشن؟ يعني متلقي البيانات. هذا الوضع الطبيعي، هذا النورمال فلو، الوضع الطبيعي، جريان البيانات بصوره طبيعيه بهذا الشكل. هسه راح تجي السيستم اتاكس. شنو ذن السيستم اتاكس؟ اول هجمه نسميها الانتربشن. انتربشن كمفهوم او كترجمه، انتربشن معناها مقاطعه. شنو اللي راح اسويه؟ راح اسوي الهاكر شنو اللي راح يسوي؟ راح يقطع هذا الشنو؟ الجريان الطبيعي مال المعلومات. جريان الطبيعي مال المعلومات شو يسوي له؟ يقطعه. يعني البيانات اللي هنا المفروض تنتقل من السورس الى الديستنيشن ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها عمليه قطع. هذا معنى الانتربشن. اقطع، شلون يعني اشبه لكم اياه؟ مثل الساقيه مال المي، واجي اخلي بها حاجز، اجي اخلي بها بنصها حاجز، بحيث جريان مال المي بعد ما يعبر وخلاص انتهى الموضوع. هذا الانتربشن. الهجمة الثانية والنوع الثاني شو نسميه الانترسبشن. انترسبشن اذا ترجموها بالجوجل ترانسليت، راح تشوفون انه الانترسبشن والانترسبشن اثنيناتهم مقاطعة، او اثنيناتهم قطع، او اثنيناتهم معارضة، او اثنيناتهم استقطاع، بهذا الشكل اثنيناتهم انترسبشن والانترسبشن. لكن اكو فرق بيناتهم. الانترسبشن هو يقطع البيانات، يقطعهن وخلص انتهى الموضوع. لكن بالانترسبشن هو ما راح يقطع، وانما ايش راح يسوي؟ يسوي عمليه تنصت
يسوي عملية تنصت، يقطع البيانات، يقطع البيانات، شو يسوي لها؟ ياخذ نسخة من عندها ويعيد ارسالها، ياخذ نسخة من عندها ويدزها. واضح؟ يعني هي البيانات ده تروح لمن مباشرة؟ ده تروح للديستنيشن، ده تروح للريسيفر، للمتلقي. لكن بنفس الوقت من قاعد يستخدم، من قاعد يستقبلها؟ الاكسترنال بارتي، اللي هو شنو هذا؟ اللي هو هذا جزء او الهاكر، يعني جزء خارجي او متطفل او الهاكر، او الهاكر بمعنى ادق. فهنا الهاكر ايش سوى؟ قطع البيانات، قطع البيانات وخلاص انتهى الموضوع. بعد الديستنيشن ما توصل للديستنيشن، بياناتي توصل للديستنيشن؟ لا. بينما هنا بالانترسبشن ما راح يقطعها عن الديستنيشن، لا هي تنتقل للديستنيشن بس بنفس الوقت تنتقل إلى، بنفس الوقت تنتقل إلى. هاي الهجمة الثانية اللي هي الانترسبشن، الانترسبشن. زين، هاي هنا الهجمة اللي هي الهجمة الثالثة اللي شو نسميها؟ اللي نسميها الموديفيكيشن. هذه هنا واحدة من أخطر الهجمات، واحدة من أخطر الهجمات. ليش واحدة من أخطر الهجمات؟ لأن هنا بالموديفيكيشن، بالموديفيكيشن اللي هو التعديل، اللي هو التعديل على البيانات، لأن بيها انتحال شخصية. لأن بيها شنو؟ انتحال شخصية. شلون يعني انتحال شخصية؟ يعني هذا هنا الطرف الثالث أو الاكسترنال بارتي يروح للسورس، شو يقول له؟ يقول له يا بأني الديستنيشن، دز لي البيانات إلي، دز لي البيانات إلي. فالسورس شو يقوم، شو يسوي؟ يدز البيانات اللي هنا بصورة مباشرة. ليش؟ لأن عباله هو هذا الديستنيشن. وبنفس الوقت، بنفس الوقت هذا الاكسترنال بارتي شو يسوي؟ يروح للديستنيشن، شو يقول له؟ يقول له يا ترى اني السورس وراح ادز لك بيانات، يقوم يدز له بيانات، يقوم يدز له بيانات. فيصار هنا هذا الاكسترنال بارتي نقطة وصل بين السورس وبين الديستنيشن. زين، هسه سؤال راح يطرحه واحد من عندكم، وشنو المشكلة واذا ما يصير نقطة ربط بين هذا وبين هذا؟ لا، هنا مشكلة. ليش مشكلة؟ لان هذا لما دا يدز بياناته اللي هنا، هذا لما دا يدز بياناته اللي هنا لهذا الوسيط، هذا الوسيط راح تكون عنده القدره والقابليه انه شو يسوي لهم؟ يعدل عليهم، يسوي لهم موديفيكيشن، يسوي لهم موديفيكيشن، اي يسوي لهم تعديل. واذا سوى لهم تعديل هذه مشكله. بعد ما سوى لهم تعديل يدزهن لهنا، يدزهن للديستنيشن، راح يسوي التعديل اللي يناسبه هو، اللي يناسبه هو، ويدزهن للديستنيشن. ايش راح يدعي هذا الطرف؟ راح يدعي انه هاي البيانات اللي وصلت للديستنيشن، يدعي انه هي مين جايه بصوره مباشره من السورس، لكن هي ما جايه بصوره مباشره من السورس، وانما جايه من عده. هو الهاكر، هو المخترق، استلم البيانات من السورس، سوى عليها عمليه تعديل، سوى عليها عمليه موديفيكيشن، سوى عليها عمليه تغيير، وقام ارسلها مره ثانيه الى الديستنيشن، ارسلها مره ثانيه للديستنيشن. هاي عمليات الموديفيكيشن، انتحال شخصيه يصير، لا اكثر ولا اقل. زين، الفابريكيشن، فابريكيشن هنا مشكله، مشكلته ليش؟ مشكله مشكلته هذا هنا الرجال السورس لا ارسل بيانات، لا دس شيء، ولا له علاقه بالموضوع. لعد شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انه الطرف الثاني هذا او الطرف الثالث او الهاكر هنا شبي دس بيانات الى الديستنيشن، وش قال له؟ قال له يابا هذه ترى جايتك من السورس، هذا جايتك منين؟ من الانفورميشن سورس، لكن الانفورميشن سورس لا دس شيء ولا ارسل شيء ولا له علاقه بالموضوع. يعني شنو اللي صار؟ هذا الهكر ايضا انتحل شخصيه منه، انتحل شخصيه السورس او السندر، انتحل شخصيه السورس. هذني اربع هجمات، العفو، اربع هجمات. هاي الهجمات وين تتم؟ تتم وتكون لها علاقه بمن؟ وتكون لها علاقه بالسيستم، بسيستم الارسال وبالسيستم الاستقبال. الهجمة الأولى اللي هي الانتربشن، اللي هي عملية قطع البيانات. الهجمة الثانية اللي هي الانترسبشن، هي عملية مقاطعة البيانات، آخذ نسخة من عندها وأرسلها. العملية الثالثة اللي هي الموديفيكيشن، اللي هي التعديل على البيانات، تعديل على البيانات المرسلة. العملية الرابعة اللي هي فابريكيشن، هي عملية انتحال شخصية المرسل أو انتحال شخصية المستقبل. هو الهاكر هو يقوم يرسل بيانات باسم المرسل أو باسم المستقبل. هذني اربع هجمات، العفو، اربع هجمات لهن علاقه بمين؟ لهن علاقه بالسيستم. هسه راح نجي للجانب الثاني، الهجمات اللي لها علاقه بمين؟ هجمات التحليليه اللي لها علاقه بالتكست، بالديتا. نعم شباب،
خلصنا من السيستم اتاكس، اجينا هسه على الداتا اتاكس. داتا اتاكس شنو هذا النيو داتا اتاكس؟ بالبدايه راح ناخذ يعني هذا الاول، هاي الثاني، هاي ثلاثه، هاي اربعه، اربع هجمات راح ناخذ من هنا فقط الاسماء، ما لكم علاقه بهذا الحكي اللي هنا أنا. اكو بيه اخطاء. زين نجي للسايفر تكست اونلي اتاك، سايفر تكست اونلي، يعني طبعا مو كله خطا هذا الحكي، لا اكو بي خطا او خطأين قليلات. المهم طبعا هو منهج جايني غصبا ما عليه مو كيفي. نجي للسايفر تكست اونلي اتاك، سايفر تكست اونلي اتاك، شنو هذا السايفر تكست اونلي اتاك؟ هذا يا اخوان يعني يعتمد على من؟ يعتمد على الخوارزميه، خوارزمية التشفير وخوارزمية فك التشفير، يعتمد بالغالب على من؟ على التكهن. يعتمد بالغالب على التوقع والتكهن ومحاولة تحويل السايفر تكست انتو بلين تكست. صعد او نزل يبقى هو عبارة عن مجموعة من المحاولات، محاولة تحويل السايفر تكست الى شنو؟ الى بلين تكست بدون وجود مفتاح، بدون وجود مفتاح، محاولة تكهنات، محاولات تحليلية، يحلل مجموعة من السايفر تكست، يحاول يوصل إلى شنو؟ يحاول يوصل إلى بلين تكست أو يحاول يوصل إلى مفتاح التشفير. هذا بالنسبة للسايفر تكست أونلي أتاك. المهاجم ما عنده غير فقط مجموعة من السايفر تكست، ما عنده غير مجموعة من السايفر تكست. ممكن يتطور هذا الهجوم، ممكن يتطور هذا الهجوم شلون؟ لما يحصل المهاجم على شنو؟ نون بلين تكست أتاك. يعني شنو نون؟ اللي هو الهجمة الثانية بلين تكست اتاك. نون بلين تكست اتاك يا اخوان هو لما يكون اكو عندي بلين تكست سايفر تكست بير، يعني زوج من البلين تكست والسايفر تكست، يعني البلين تكست وما يكافئه من السايفر تكست، زوج مرتب من البلين تكست والسايفر تكست. فايش راح يسوي المهاجم؟ راح يقدر من خلال البلين تكست والسايفر تكست يقدر يسوي عمليه ديديوسينج، يقدر يسوي عمليه استنتاج اما للمفتاح لمفتاح التشفير، يقدر يسوي عمليه ديديوسينج، عمليه استنتاج لمفتاح التشفير. زين هاي الهجمه الثانيه. الهجمه الثالثه اللي هي تشوزن بلين تكست اتاك، تشوزن بلين تكست اتاك. شنو هاي تشوزن بلين تكست اتاك؟ انا سولفت قبل شويه وقلت اكو عندي جهه انكربشن وعندي جهه ديكربشن، تمام؟ في حاله هجوم تشوزن بلين تكست اتاك، تشوزن بلين تكست اتاك، الهاكر شبي قدر يدخل على من؟ على الانكربشن ماشينري، يعني على ماكينة التشفير، قدر يدخل على ماكينة التشفير، ماكينة التشفير. زين، ايش سوى؟ سوى عملية اختيار لبلين تكست، يعني شنو؟ سوى عملية تشوز تو بلين تكست. اختار بلين تكست، هاي البلين تكست لما ندخلها؟ دخلها على الانكربشن. ايش خرج؟ خرج من عندها سايفر تكست. ايش صار هسه عند المهاجم؟ ايش صار عند الهاكر؟ صار عنده سايفر تكست وما يكافئ من شنو؟ من البلين تكست، من السايفر تكست، والبلين تكست راح يقدر يستنتج الكي، راح يقدر يستنتج الكي، فمن الاسم تشوزن بلين تكست اتاك، هو المهاجم راح يختار بلين تكست، هو المهاجم راح يختار بلين تكست، فرضا على سبيل المثال انترنت سكيورتي، انترنت سكيورتي، هذه الانترنت سكيورتي يشفرها يحصل على الشفرة، بعد ما حصل على الشفرة صار عنده بلين تكست وسايفر تكست يقدر يستنتج المفتاح. فالهاكر صار عنده وصول لمن؟ إلى الانكريبشن ماشينري. زين هاي تشوزن بلين تكست اتاك، منو اللي اختارها؟ منو اللي اختار البلين تكست؟ اللي اختار البلين تكست هو الهاكر. زين النوع الثاني اللي هو تشوزن سايفر تكست اتاك، تشوزن سايفر تكست اتاك. هنا الهاكر وين صار عنده إمكانية وصول؟ للديكريبشن. شنو اللي اختار؟ اختار من عنده سايفر تكست. لما نختار سايفر تكست دخل سايفر تكست من عنده على الديكريبشن، ايش حصل من عندها؟ حصل من عندها بلين تكست،
حصل من عندها بلين تكست، وبالتالي صار عنده زوج مرتب من السايفر تكست وبلين تكست، يقدر من عندهم يستنتج مفتاح التشفير الخاص بالسيستم، الخاص بالسيستم. فهو الهجوم، الهجوم اما يكون هجوم تحليلي او يكون شنو، او يكون عندي زوج مرتب من بلين تكست وسايفر تكست، اقدر من خلاله، يقدر من خلال العفو الهاكر يستنتج شنو، يستنتج المفتاح مال التشفير. هذني نوعين من الهجمات اللي يتم، اما هجمات تتم على السيستم او هجمات تتم على الديتا، على البيانات نفسها. زين، الموضوع الاخير اللي راح ناخذه اليوم اللي هو الكريبت اناليسيس، الخاص بمن، الخاص بشفره قيصر، الخاص بشفره قيصر. احنا سولفنا على شفره قيصر وقلنا حروف اللغه الانجليزيه مثلا اي بي سي دي اي اف الى زد، الى الحرف زد. فبشفره قيصر اي حرف اشفره، شلون اشفره؟ اخذ الحرف الثالث من بعده، يعني الاي تكون شفرته شنو؟ تكون شفرته دي. البي تكون شفرته شنو؟ تكون شفرته اي، وهكذا. مقدار شفت، هذا مقدار الشفت، 3 4 5، هذا مقدار الشفت. مقدار الشفت طبعا راح يتغير من 1 الى شقد، الى 25. يعني اما اشفر 25 بمقدار 25، اما اشفر بمقدار 1، اما اشفر بمقدار 2، اما اشفر بمقدار 3 4 5، لحد ال 25. اقدر اشفر بمقدار 26؟ لا، لما اشفر بمقدار 26 يعني كانما عدت من جديد، كانما عدت من جديد، راح يبقى الحرف بمكانه. زين، راح نسوي بروت فورس اتاك على من؟ على شفرة قيصر اللي هي هاي. هذا نموذج من شفرة قيصر. لا هيك صارت من بينه. هذا خلينا نشوف الاخضر. اي الاخضر زين. هذا نموذج لشفرة قيصر. بي اتش اتش دبليو بي اتش دي اي دبليو اتش يو لحد دبليو بي للاخير. كم مفتاح متوقع؟ كم مفتاح متوقع؟ عدد المفاتيح المتوقعة ايش قد؟ 25 مفتاح. فبال 25 مفتاح انا لما شفرت رحت باتجاه اليمين بهذا الشكل. الاي شفرتها بي، البي شفرتها سي اذا كان الكي طبعا يساوي 1، او اذا كان الكي يساوي 3 فالاي شفرتها دي، الاي البي شفرتها اي، وهكذا. زين، هنا انا هسه راح اسوي بالعكس، راح اسوي بالعكس. يعني شلون بالعكس؟ راح افك التشفير، لكن شنو؟ لكن استعمل المفاتيح واحد واحد. ليش؟ لان انا ما اعرف يا مفتاح من عندهن هو الخاص بالتشفير، ايش قد شفرت؟ ما اعرف. البي شنو الحرف اللي قبله؟ الحرف اللي قبل البي او، نزله او. الاتش شنو الحرف اللي قبله؟ فك شفرته جي، الاتش جي. دبليو الحرف اللي قبله في، وهكذا. كمل عملية فك التشفير واخذ الكي بمقدار ايش قد؟ مقداره 1. زين، حصلت على نص مفهوم؟ لا، هذا النص غير مفهوم، اذا اشطب عليها مفتاح فك التشفير هو مو 1. زين، خلنا نفرض انه مفتاح فك التشفير ايش قد يساوي؟ 2. واجي البي قبل حرف البي ب 2، يا حرف، حرف الان، ان او ان او بي، البي قبله ب 2 يا هو حرف الان فنزل ان. الاتش قبله ب 2 يا حرف، حرف الاف، اف جي اتش، فالاتش قبله ب 2 من هو حرف الاف، فحول الاتش الى اف، الاتش الى اف، الدبليو الى يو، وهكذا لحد ما كمل النص بالكامل. نتج عندي كلام مفهوم؟ لا، غير مفهوم. اذا مفتاح فك التشفير هو لا يساوي 2. خل نروح نشوف اذا مفتاح فك التشفير يساوي 3 او لا. نجي هسه البي قبله بثلاث حروف، من هو؟ ام ان او بي، فالبي قبلها بثلاث حروف، يا حرف، حرف الام، لهذا البي فك تشفيرها بام. الاتش قبلها بثلاث حروف، يا هو اي جي اي بي سي دي اي اف اف العفو اف جي اتش، فالاتش قبلها بثلاث حروف، يا حرف، حرف الاي، لهذا فك تشفيرها باي اي. الدبليو قبله بثلاث حروف هو تي، وهكذا كمل للاخير. نتج عندي نص شبي ميت مي افتر ذا توغا بارتي، توغا طبعا اسم هذا، ميت مي افتر ذا توغا بارتي، التقي بي بعد حفله توغا.
نص مفهوم لهم غير مفهوم. نص مفهوم إذن نأشر على الثلاثة، ممكن يكون الثلاثة هو شنو؟ هو مفتاح فك التشفير، هو مفتاح فك التشفير. لما كملنا فكينا التشفير بمقدار 4، بمقدار 5، 6، 7، 8، ولا واحد من عندهم انطاني نص شبيه، ولا واحد من عندهم انطاني نص مفهوم. فقط الثلاثة عندما فكيت التشفير بشفرة قيصر بمفتاح قيمته 3 انطاني نص مفهوم. من هنا استنتج انه الكي يساوي شقد؟ يساوي 3. هذا هو البروت فورس اتاك. شنو اللي سويته بالبروت فورس اتاك؟ جربت كل المفاتيح الممكنة الى ان حصلت على شنو؟ الى ان حصلت على نص مفهوم. الى ان حصلت على نص مفهوم. وين حصلت نص مفهوم؟ حصلت نص مفهوم هنا عندي الكي يساوي 3. فاستنتجت اني انه هذا السيستم او هذا النظام دا يستخدم مفتاح بالتشفير قيمته 3. تمام؟ زين. طبعا شفرة قيصر شفرة جدا جدا بسيط كسرها بالبروت فورس اتاك. ليش سهل كسرها بالبروت فورس اتاك؟ لثلاث اسباب. السبب الاول انه الانكريبشن اند ديكريبشن الجوريثم ار نون. يعني شنو؟ يعني الخوارزمية المستعملة بالتشفير وفك التشفير معروفة، الكل يعرفها، الكل يعرف انه بالتشفير اجمع بمقدار 3 وفك التشفير اطرح بمقدار 3، الكل معروف، الكل يفهم هذا الشيء. هذا اول شيء. ثاني شيء، عدد المفاتيح شبيهة قليلة. ايش قد عددها؟ فقط 25. يعني اذا اقعد بايدي ورقة وقلم من ساعة اكمل النص، واذا اسوي لها برنامج ماتلاب ظرفية شنو اجزاء من الثانية يحل الماتلاب. ليش؟ لان العدد قليل، 25 محاولة جدا قليل. زين، هاي ثاني السبب. السبب الثالث والاهم انه اللانجوج مال بلين تكست شبيهة، اللانجوج شبيهة easily recognizable، قابل للتمييز. يعني لما نرجع لهنا، لما رجعنا لهنا راسا مباشرة ميزت. وش سويت انا؟ راسا مباشرة ميزت. ليش مباشرة ميزت؟ لان اللغة الانجليزية شبيهة هنا واضحة، 100% after the toga party، مباشرة حصلت على نص مفهوم. اللغة شبيهة اللغة easily recognizable، بسهولة اقدر اميزها. فشفرة قيصر يعني ما تصمد قدام البروت فورس اتاك. ليش ما تصمد قدام البروت فورس اتاك؟ لثلاث اسباب. السبب الاول انه الانكريبشن والديكريبشن الجوريثم ار نون، معروفات، خوارزميات التشفير وفك التشفير معروفات. السبب الثاني عدد المفاتيح المحتملة فقط 25. والثالث، السبب الثالث والأهم، أنه اللغة الإنجليزية أو اللغة ما شفرة قيصر هي recognizable، easily recognizable، بسهولة أقدر أميزها. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرة واضحة بالنسبة لكم. مع السلامة شباب.